السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعنا ندين ونستنكر ما فعلته السلطات السعودية بالمعتمرة اليمنية مروة الصبري، ونعلن تضامننا الكامل معها. إليكم الخبر. أدانت وزارة شؤون المغتربين إقدام السلطات السعودية على محاكمة المعتمرة اليمنية مروة عبد رب الصبري بسبب رفضها لإهانة موظفة سعودية تعمل شرطية في مكة المكرمة. واستنكرت وزارة شؤون المغتربين في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ توظيف نظام الأمن السعودي ردة فعل المواطنة اليمنية الصبري واتهامها بحيازة قنابل لتبرير إصدار حكم قضائي قضى بالسجن لمدة عام. وأشار البيان إلى أن موظفة الأمن السعودي اعتدت لفظيا وأساءت للشعب اليمني وأهانت واعتقلت مروة الصبري البالغة من العمر 29 عاما من أبناء محافظة البيضاء أثناء دخولها بوابة الحرم المكي لأداء مناسك العمرة بقولها اليمنيون ما أنتم طيبين، فردت الصبري عليها قائلة أنتم السعوديون دمرتم بلادنا. وهذه حقيقة معروفة للعالم أجمع. وطالبت وزارة شؤون المغتربين المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة واستنكار الممارسات التعسفية للسلطات السعودية بحق اليمنيين على أرضها وتوفير الحماية القانونية لهم، وإلزام النظام السعودي باحترام القوانين وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية. وتأتي انتهاكات النظام السعودي والإجراءات التعسفية المستمرة بحق اليمنيين في ظل صمت حكومة المرتزقة والعملاء الموالية للسعودية.